هنبدأ مع حضراتكم نقاشنا مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، وهنتكلم في البداية عن توقيت هذه الحزمة الاجتماعية. طبعا هذه الحزمة الاجتماعية هي الحزمة الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر، بنتكلم على 50% رفع في الحد الأدنى للأجور، كان 4000 جنيه بقى 6000 جنيه. هل هتؤثر هذه الحزمة في القوة الشرائية للمواطن مع زيادات كبيرة جدا في الأسعار؟ كلمنا عن توقيت هذه الحزمة أستاذ عماد الدين حسين بداية. التوقيت هو يرتبط بالأساس باستشعار السيد الرئيس والحكومة المصرية للمعاناة التي يعاني منها المواطن المصري بفعل الزيادات التي حصلت في الأسعار العديد من السلع في الفترة الأخيرة، ونعرف تماما ما حدث بفعل أسباب خارجية معظمها للاضطرابات في المنطقة من أول كورونا لأوكرانيا نهاية بغزة والبحر الأحمر، مضاربات من بعض التجار ومنعدم الضمير على أسعار الدولار، وبالتالي ده أدى إلى زيادة معدل التضخم، زيادة سعر الدولار في الأسواق الموازية، عدد كبير من يعني التجار رفعوا أسعار السلع، فده الدولة تحركت حتى تقول للمواطن أننا نشعر بما تعانون منه، وبالتالي جاءت هذه التوقيت هنا مرتبط باستشعار الدولة المصرية والسيد الرئيس لما يعانيه غالبية المواطنين المصريين من آثار صعبة جدا بفعل زيادات الأسعار، وبالتالي يستطيع المواطن المصري أن يواجه إلى حد ما، مش هقول بنسبة 100%، هذه الموجة المرتفعة من الأسعار إلى أن نستطيع إن شاء الله قريبا لكسر موجة التضخم. النقطة الجوهرية، ناس كثيرة في النهاردة بتخلط ما بين، مش واخدة بالها، دي مش مجرد زيادة في مرتبات الموظفين، دي مش بس رفع الحد الأدنى، طبعا مهم جدا الحد الأدنى للأجور، بس انت متكلم حد أدنى للأجور، عدد العاملين في الحكومة حوالي 5 مليون، لكن الجزء المهم اللي الناس مفروض تاخد بالها منه ان انت عندك الموظفين في الحكومة، يعني في القطاع الإداري للدولة، لكن عندك كمان كل المعلمين، كل الكادر الطبي، كل الجامعات، ماشي، كل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين. فلما تفصل ال 13 مليون معاشات، 13 مليون مواطن بياخدوا معاش ارتفعوا بنسبة 15%، كل اللي بياخدوا تكفل وكرامة خدوا 15%، كل الناس اللي بتدفع ضريبة حكومة وقطاع خاص، يعني كل من له دخل في مصر كان بيدفع، كان معفي لحد 45 ألف جنيه، في القرارات النهاردة بأي حد بيوصل دخله لحد 60 ألف جنيه إلا جنيه هو معفي من الضرائب. ده جزء مهم بالمناسبة، بمعنى أنه الراجل اللي دخله السنوي 60 ألف جنيه ده دخل، هيبقى دخل صافي لن يدفع عليه أي مقابل للضرائب. وبالتالي مهم أن احنا ناخد نقرأ ما حدث النهاردة، مش مجرد اختزالها في ان الحد الادنى للعاملين في الحكومة والقطاع العام ارتفع من 4000 الى 6000، بل بالعكس انت عملت رفع لكل، وبالمناسبة اللي هو ارتفع ده اللي هو الموظف العادي الذي مرتبه اقل من اي واحد مرتبه 4000 جنيه يبقى 6000. طب الناس اللي بتاخد فوق الستة، دي نقطة مهمة جدا، بفي علاوة متغيرة بالحافز بتاعها 900 جنيه للناس اللي هم مرتباتهم، لانه انت دايما وانت بترفع الحد الادنى بيبقى عندك مشكله جوهريه. الناس اللي هي صغيره اللي لسه معينه جديد جدا، يعني تخيل ان في مواطن تم تعيينه امبارح في اي مصلحه حكوميه، بكره مرتبه اول مرتب هياخده 6000 جنيه. ماشي؟ في حين ان الراجل اللي اديله مثلا 5 سنين او 4 سنين او اكتر مرتبه مش هيزيد، لا. هذه القرارات بتقول ان فيه حافز اضافي 500 جنيه لكل درجة ليصل الى حوالي 900 جنيه. وبالتالي تقدر انت هنا تقول للناس، حتى الناس اللي هم فوق الحد الادنى، ان انتوا ايضا هتستفيدوا من هذه الحزمة الاجتماعية المهمة. وانا شايف ان دي تقريبا اكبر حزمة اتعملت يعني على حد علمي منذ بدأت مصر. بالمناسبة اول مرة نعمل الحد الادنى كان حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت، الفريق هو عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. الحكومة المصرية فكر كويس جدا، اجتمعت في هذا الوقت عشان ترفع، ما كانش في حد أدنى.
النقاشات كلها وقتها أنا فاكر كويس قوي الناس الاقتصاديين في مجلس الوزراء عارضوا معارضة شديدة رفع الحد الأدنى، قالوا لو رفعنا الحد الأدنى ل 1200 كما اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها اللي هو كان فريق أول وزير الدفاع، قالوا هتبقى ليها آثار اقتصادية صعبة وما عندناش فلوس تمول ده وده هيؤدي إلى تضخم أكثر. و تم تطبيق أول حد أدنى في حكومة الدكتور عاطف حازم البلاوي بعد 30 يونيو 2013 ومن بعدها بدأت يعني من 1200 أظن بقي 2000 إلى 3000 إلى 3500 حصلت سلسلة إلى أن وصلنا من شهور قليلة جدا إلى 4000 جنيه.